في عملية هي الأولى منذ وصول جو بايدن للبيت الأبيض، نفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية استهدفت ميليشيا مدعومة إيرانيا في سوريا. وأفاد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن الرئيس جو بايدن أصدر تعليمات للقوات بتنفيذ ضربات جوية على البنية التحتية للميليشيات المدعومة من إيران شرقي سوريا. وفي وقت أفادت تقارير أن الضربات استهدفت قافلة كانت تتجه من العراق إلى سوريا، أوضح كيربي أن هذه الضربات هي رد على الهجمات الصاروخية في العراق مؤخرا، مضيفا: لقد دمرت الضربات عدة منشآت تقع في نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات مسلحة مدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء. نتابع في هذا العرض الذي يرصد الميليشيات الإيرانية المتواجدة في سوريا. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من اسطنبول العميد عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي. أرحب بك سيد عبد الله. بداية، هل من معلومات حول المواقع التي تم استهدافها؟ مساء الخير، تحياتي لكم للسادة المشاهدين. في الواقع يعني نفذت قبل يومين القوات الأمريكية هجوما على مناطق قريبة من منطقة معدان وقريبة من الحدود السورية العراقية. طبعا الحدود، طبعا المواقع القريبة من الحدود السورية العراقية، البوكمال، الميادين، دير الزور، هذه المنطقة بالكامل التي يعني تقوم إيران بتجهيز بنية تحتية للقوات فيها. طبعا هذه هي المناطق التي تم استهدافها من ابتداء من يعني من الحاجز او من المعبر الوسيط بين العراق وبين سوريا. بدات القوات الامريكيه بقصف هذه المواقع. لم تحدد هذه المواقع، وانما نحن نعرف بان يعني المناطق التي وضعت بها عباره عن فصائل كانت قد طوعتها لدى الميليشيات الايرانيه في منطقه قرب منطقه عين علي و قبة علي في البوكمال والميادين ودير الزور. في الواقع الضربة كانت في البوكمال أكثر، يعني قريب من الحدود أكثر من المواقع الأخرى. طيب سيادة العميد، يعني البنتاغون أشار إلى أنه استخدم في هذه الضربة أسلحة أو كمية كبيرة من الذخيرة، وكانت على ما يبدو مدمرة. كيف تقرأ أنت هذه الضربة كأول عملية تقوم بها القوات الأمريكية مع الإدارة الجديدة الأمريكية برئاسة جو بايدن؟ ما هي الرسالة والمؤشر من ذلك؟ طبعا يعني القراءة الأولية طبعا واضحة بأن يعني هذا هو عبارة عن جس نبض، بالأحرى يعني ضربة قوية من أجل أن ترعب أمريكا إيران بأن الإدارة الجديدة ليست متهاونة في أي موضوع من المواضيع. كل المواضيع مرتبطة ببعضها البعض. ترى أمريكا بأن إيران تفصل بين قاعدة التنف وبين القوات الموجودة في المنطقة الشرقية حول آبار نفط، فلذلك يعني لن تدع أمريكا، طبعا محور الرسالة أنها لن تدعها تكون عبارة عن إسفيل في هذه المنطقة، يمتد من البوكمال انتهاء بدير الزور
يعني لكي يكون لها عبارة عن خط جديد أو القوس الشيعي الذي إيران تسعى من أجله. في الواقع أيضا أمريكا يعني تبعث رسالة لإيران بأنهم ليسوا يعني مرتاحون للخط الحديدي الذي سكة الحديد التي قاموا بإنشائها كي تصل من العراق إلى سوريا، والتجارة أو التمدد الكبير لإيران في المنطقة ممنوع يعني، وهي لن تدعها أن تقوم بتجهيز المعسكرات التي طبعا يعني الآن تأتي بالسلاح وتكدس فيها في المستودعات، وقامت بإنشاء أيضا أنفاق في هذه المعسكرات تربط بعض المستودعات ببعضها البعض عن طريق أنفاق. إلا أن الرصد الأمريكي طبعا بشكل دائم على مدى 24 ساعة يقوم برصد هذه التحركات، ومنذ فترة أيضا الطيران الإسرائيلي قام بقصف هذه المواقع، يعني ليست المواقع، المواقع التي تأتي إليها أسلحة. طبعا هذه الأسلحة ليست عادية، أسلحة خفيفة ومتوسطة، وإنما أسلحة ثقيلة طبعا وضعتها في هذه المنطقة، ويعني هذه تأتي بشكل مباشر عبر من العراق إلى سوريا عبر هذه المعابر. وربما أنا أعتقد يعني أن هناك يعني صفقة من السلاح دخلت من هذا المعبر، ولذلك تم الاستهداف القوي، وكمية الأسلحة التي ألقيت في هذه المرة أكثر من أي مرة أخرى، ليست موقعا واحدا وإنما على مستوى المساحة الجغرافية. طالما تحدثت سيد عبد الله عن القصف الإسرائيلي والمتكرر بشكل كبير في سوريا، وكان دائما بصمت روسي، لماذا اليوم برأيك روسيا أدانت هذه العملية واعتبرتها خرقا للقانون الدولي وللسيادة السورية، في حين هي صمتت طويلا على الضربات الإسرائيلية؟ نعم، يعني فعلا هنا نجد دائما يعني وعلى مدى الأيام التي مضت، طبعا القصف الإسرائيلي يعني أكثر كمية من القصف الأمريكي للمواقع الإيرانية في الأرض السورية. يعني عندما تقوم إسرائيل مثلا بضرب مواقع بقلب العاصمة دمشق وعلى أطراف العاصمة دمشق، لن تتحدث روسيا ولن تنزعج ولن تشتكي إلى أحد ولن تقول أنه لم يتم إبلاغنا. طبعا هي موسكو قالت أن واشنطن لم تبلغنا بالقصف إلا قبل يعني زمن قليل جدا. تلتزم الصمت هناك بالقصف الإسرائيلي، لأن يعني تريد موسكو أن تلتصق أكثر بإسرائيل بتل أبيب، وتريد أن تكون هي يعني أقرب إليها من واشنطن وتكون حليف استراتيجي أكبر، لأن هم طبعا في الواقع يعني بدون أي تجني أن واشنطن وموسكو تتسابقان إلى من يكون يعني حليف قوي لإسرائيل في المنطقة. ويعني نرى أن طلبات إسرائيل التي تأتي إلى بشار الأسد طبعا لم تعد تأتي عن طريق واشنطن، وإنما هي أصبحت تأتي عن طريق موسكو. في السابق عندما كان برنامج CIA لدعم المعارضة القوات الثورية وفصائل الثورية السورية، كانت واشنطن سيدت موقف. في الواقع الآن تم يعني سحب زمام المبادرة من يد واشنطن إلى موسكو، ويعني أصبحت هي طبعا روسيا هي المتحكمة بالأمر بالمواضيع العسكرية على الأراضي السورية بالكامل. وحتى يعني منذ فترة بعثت تطمينات موسكو لإسرائيل عندما تم اقتحام المنطقة الغربية في الجنوب السوري في منطقة طفس ومنطقة الشجرة والمزيرين، وعندما طبعا تواصلت موسكو مع إسرائيل كي لا تقوم بقصف الفرقة الرابعة الموالية لإيران عندما تدخل هذه المنطقة. لأن طبعا موسكو هي وتل أبيب يعملون على طبعا على التوازي مع بعضهم البعض. طيب، الولايات المتحدة طالما قالت بأنها لن تنجر إلى ردات الفعل، خاصة بعد الضربات التي جرت في أربيل العراقية وأيضا مهاجمة المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية في بغداد، ولكنها اليوم اختارت تحييد الأراضي العراقية وتوجيه الضربات الانتقامية للميليشيات الإيرانية في سوريا، لماذا؟
يعني ممتاز، هذا طبعا يعني تصفية الحسابات على الأراضي السورية لإيران، لأن طبعا يعني موضوع إيران في العراق تقريبا أصبح يعني مثبت من خلال مواقع، من خلال معسكرات، من خلال يعني أجندات نفذتها إيران على الأراضي العراقية. الآن يعني الانتشار الإيراني في الأراضي السورية بعد 10 سنوات من المعارك، الآن بدأت إيران تؤسس لمرحلة جديدة. يعني تقول الآن واشنطن لإيران يعني جزاء للهجوم على المنطقة الخضراء وإطلاق صواريخ على قاعدة أربيل، نعم على مطار أربيل وعلى هذه المنطقة التي جرت فيها منذ فترة، أن العقاب هنا سيكون على لقطع هذا الهلال الذي تقوم به والخط التجاري ووصولكم إلى المنطقة الاستراتيجية التي طبعا يهدف إليها مشروعكم الاستراتيجي، سنقطعها وإلا كفوا ميليشياتكم التي طبعا نحن كنا سابقا يعني أعطيناها هامشا كبيرا للتحرك في العراق. لذلك يعني أنا يعني أربط هذا الموضوع العراقي مع الموضوع الذي جرى على الأرض السورية، هي عقاب وجزاء نالته إيران من قبل أمريكا لما فعلت ميليشياتها في المنطقة الخضراء وفي مطار أربيل. نعم بالتأكيد، وقاعدة أيضا تم سقوط صواريخ ضمن قاعدة أمريكية، وبالتالي هي عملية تحويل أمريكي لساحة الصراع بين أمريكا وكل من إيران وروسيا، تحويلها إلى سوريا. نعم بالتأكيد هي تريد أن تنقل هذه المعارك على الأراضي السورية وتصفية حساب جميعها. الآن تأتي إلى هذه المنطقة الساخنة، المنطقة الجغرافية الساخنة، الكل الآن يعني الآن اللاعبين كلهم موجودين على الأراضي السورية، فلذلك تصفية حسابات تكون برأي أمريكا على الأراضي السورية أفضل. نعم أفضل من تصفية حسابات في العراق، لأن الآن يعني المنطقة هنا لم ينتهي تقاسم الكعكة السورية حتى الآن، فلذلك يعني نقل المعارك إلى الجغرافيا السورية هو يعطي صدى أكبر من حيث النتائج الحربية ونتائج القصف ونتائج تقاسم النفوذ في سوريا. العميد عبد الله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معي عبر سكايب من اسطنبول، أشكرك جزيلا.